السر يظل هو السر، يظل هو السر مهما مرت السنوات. هذا المدرب اللي في تاريخه كان أكبر مبلغ أنفقه لجلب لاعب اليونايتد 30 مليون باوند لضم بيرباتوف، كان أكبر مبلغ أنفقه، أكبر نتيجة حققها في تاريخه في 26 سنة، الفوز 9-0 أمام إبسويتش في العام 95، أحرز في تاريخه 1988 نقطة في البريمير ليج. يا ساتر يا الله. يقولون أيضا ضمن تاريخه أن استخدم ما يقارب الألفين علكة، الألفين علكة أثناء مباريات اليونايتد. نعم هذه ضمن التاريخ أيضا، ضمن التاريخ أيضا. هو الثابت، هو الثابت، وهم المتغيرون، وهم المتحركون. أكثر من 250 مدرب مروا على تاريخهم في تدريب البريمير ليج، تتكلم عن أمور كثيرة تغيرت في ظل تواجد المدرب فيرغسون، 5 رؤساء للولايات المتحدة الأمريكية، في ظل تواجد سير أليكس فيرغسون، 5 رؤساء وزراء في بريطانيا، 7 مدربين لليفربول منهم كيني داغليش مرتين، 18 مدرب لتشيلسي، 19 مدرب للمان سيتي، 14 للريال، 19 للإنتر، 14 لليوفي، 14 مدرب لبايرن ميونخ، 13 مدرب للميلان، 11 مدرب لبرشلونة. كل ذلك حدث، ومان يونايتد بمدرب واحد هو السير أليكس فيرغسون. نعم هذا السير أليكس فيرغسون.